الدوري كان مضغوط السنة دي، بس خلص على خير الحمد لله كويس برضو. والله الدوري السنة دي يعتبر من أحسن الدوريات، ولكن المشكلة اللي كانت فيه الحقيقة معاناة أندية الأندية الشعبية زي الاتحاد وزي المحلة وزي الأندية الكبيرة. وبتمنى السنة الجاية إن شاء الله إن الاتحاد يوفق أكتر ويستغل لعيبته وقطاع الناشئين اكتر عشان يدي كرة احسن وما نتعرضوش للموقف ده السنه دي ان شاء الله. الدوري السنه دي دوري ممتاز، والزمالك بصراحه اول مره نشوفوه بطريقه جديده خالص غير السنين اللي فاتت. الدوري العام ده بصفه عامه كان دوري غريب شويه، ما كانش حد يتوقع في بدايه الدوري ان مسيره الزمالك تبقى بالشكل ده. بالنسبه للزمالك فريق ما كانش عنده قيد، ما كانش فيه قيد، والاهلي كان في اول الدوري متفوق. فجأة أثبت البرتغالي فيريرا إن الكوتش الواعي ممكن يقلب الموازين. الموسم ده من أفضل المواسم السابقة، كان موسم شاق جدا على كل الأندية، موسم صعب بكل المقاييس، ولكن في الآخر نقدر نقول إن هو موسم قوي، يعني دوري قوي السنة دي فعلا. ويمكن درجة أن يمكن تقارب مستوى كل الفرق، ما بقتش فيه الأفضلية الفرق المقدمة أهلي زمالك بس، وفرق النص بتسحب ورا منهم محتفظة بمكانتها في النص وزي ما بقول في المنطقة الدافية. هو كان دوري صعب جدا السنة دي، مدته طويلة قوي، بس أنتج شوية مجموعة لعيبة كويسة، أنتج مدربين كويسين، ظاهرة علاء عبد العال، ظاهرة طارق العشري، في مجموعة ممتازة ظهرت، بس الناشئين هنتكلم عن ناشئين كتير قوي. الزمالك طبعا يستحق الفوز. الأهلي السنة دي بيمر بمرحلة من أسوأ مراحله، تقدر تقول الإجهاد، تقدر تقول لأن لعبته حصل عندها حالة تشبع من كتر البطولات، لكن الدوري ده كان فيه بعض الظواهر اللي تستحق ان احنا نقف عندها. الروتيشن لعيبه، بعض الصفقات ما كانتش مناسبه للنادي الاهلي. شفنا في الدوري المصري السنه دي لكره القدم اصابات كتيره جدا وهبوط بعض المستوى البدني، مش سببه تقنين الاحمال البدنيه ولكن لعده اسباب كتير، كان من ضمنها طبعا ان ضغط المباريات اثناء الدوري، كل 3 ايام مباراه، ده حمل زياده طبعا على اللعيبه ويؤدي طبعا لحدوث الاصابات. رقم 2 كون ان انا اضغط المباريات في كل 3-4 ايام مباراه، لازم يتم عمليه استشفاء بشكل كامل وبشكل جيد وبشكل سليم. انا شايف ان السنه دي كان دوري قوي ودوري كويس وفي منافسه قويه بين اكتر من فريق، وده كله بيصب في مصلحه المنتخب. يعني احنا كنا الاول على طول الاهلي الزمالك، السنه دي في فرق قويه طالعه، يمكن فيوتشر طالع، بيراميدز كويس، وفي حاجات كويسه، كل ده بيبقى كويس طبيعه للمنظومه كلها. يعني كابتن طارق العشري مفنش موسم كويس جدا مع طلائع الجيش، والكابتن طلعت يوسف رغم نزول الجونه بس هو اخر كام ماتش عامل معاهم ماتشه كويسه جدا، بس ما حلفوش الحظ ان هو يفضل في الدوري. بس كابتن طلعت يوسف من المدربين الكويسه جدا، كابتن طارق العشري كويس، مدرب الزمالك كويس، هو ده شايف احسن كده، احسن 3 مدربين من وجهه نظري. يعني اسكندريه ام الخفه على البحر الابيض تفاحه، اسكندريه ام الخفه على البحر الابيض تفاحه، هات الشبك ارمي الدفا ويلا بينا الملاحه، ويلا بينا الملاحه، ويلا بينا الملاحه، كرمز والحضره ودرباله راغب وابو قير والسياله، كرمز والحضره ودرباله رغب وابو قير والسيد، رجاله واجدع رجاله، بلدي بلدي الرجاله، بلدي في العلم، مدد 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 الاتحاد سيد البلد.